السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ريم، إن شاء الله تكونوا طيبين. اليوم راح أسوي لكم food hacks من التيك توك part 2. اللي عجبوا هذا النوع من الفيديوهات please اعملوا subscribe في القناة وفعلوا الجرس، ويلا خلونا نبدأ. طيب اول فود هاك من التيك توك حيكون البانكيك سيريال، اللي هو يسوي بانكيك صغيره ويصب عليه حليب والسيرب حقه وياكلوها. طيب جبت البانكيك، شويه مويه، احط زبده شويه بس كده عشان لا يلصق، خلونا نحط عليها السيرب وحليب وندوقهم زي كذا. هون الحليب، بسم الله، مرة لذيذ، يعني طعم بانكيك، مو ما في اي اختلاف صراحة. اوكي نجي الان للهاك رقم 2 اللي هو بالتورتيلا والتشيز. يلا تعالوا مع بعض نشوف الفيديو. اوكي سو جبت لكم التورتيلا وراح احطها في الصحن هنا كده، وبعدها نحط التشيز. انا صراحه عجبني الفكره بس، لكن المكونات بس تشيز احس ما فيها اختراع جديد، يعني لو حطوا مثلا شيء دجاج، في التشيكن سلايسز الكولد كاتس، مره في اشياء مدخنه وحلو طعمها، ممكن لو حطيتها هنا. عندي تركي على بالكم انه لو اجربها ممكن افضل من بس جبنه، يعني نبغى شوية يعني قيمة غذائية. اوكي شريحتين هحط كده، نطويها كيف كده، سوت كده، وبعدين هيك وندخلها في التوستر. والله شكلها ما بتدخل كمان كده نسوي. والله شكله عشان كده حطت بس جبنة نشبت. نخربها بعدين، اعفصها شويه نخليها فلات. يا دخلت ابشركم. اوكي اها اوكي ذس از دان، سو هشوف يا كيف يا جوليا. يو ونت تراي ذس؟ نو اي ونت. طبعا اتغدى هما. What time is it? Is it tablet time, Anna? It's not tablet time. شوفوا كيف؟ Yeah, yes, بابا. طيب جربها. بسم الله. It's good. يعني ما في شيء جديد. تحتاج إضافة صوص وأشياء ودب. I'm not sure if I have dip. هذه هي الدريسنجز اللي استخدمتهم. اوكي سو اول ديب حيكون في الباربيكيو، بيكوز اي لاف باربيكيو صوص، مع بالذات مع التركي. بسم الله. ذس از ريلي جود. طيب نجرب الصوص الدريسنج الثاني. انا جالسه والله بس تجارب في الفيديو اليوم. هذا الدريسنج طعمه زي مايونيز، مايونيز مع كاتشب، لذيذة. اوكي نجي للي بعده، خليني اوريكم فيديو وبعدها ارجع لكم.
اوكي جايز مستعدين؟ هذه الطريقة صراحة حسها تناسب للناس اللي مشتهين حلا واصحاب البيت ما يبغوا ياكلوا، فحرام يسووا مثلا كيكة كبيرة فيسووها على قدهم. فيعني نبدأ بالمقادير. اول شيء 4 ملاعق دقيق قالت، بعدها 3 ملاعق سكر، ملعقتين شوكولات بودرة، نص ملعقة شاي بيكنج باودر. اغلب الفيديوهات يخلطوا ويدمجوا مكونات في الاول بعدين يصبوا الحليب. شايفين معايا كيف خلطوا الى ما اندمج كله معايا؟ 3 ملاعق حليب، بعدها ملعقة طعام زيت وطاح. فنخلط المكونات. ريحتها خرافية. وقالت ايضا تحط شوكليت شيب، انا ما عندي الا هذا كيسز اللي هو دارك شوكليت. كيف فكيت تقريبا 6 هنا عندي، حطهم في الكيكة واخلطهم شوية، ندمجهم مع بعض، نحطها في الميكروويف لمدة 2 دقائق، لانه انا الميكروويف اللي عندي قديم والواط حقه منخفض، فيعتمد على الميكروويف اللي عندكم. في ناس ما يستدعي بس دقيقة واحدة، انا راح احطه في الميكروويف 2 دقائق. 2 minutes. واو شوفوا جايز، I think it did work. شايفينها؟ Oh my god. واو كيكة كيكة. I can't believe it. طيب ice cream with this yummy bomb. This is a legit chocolate cake. من جد مع الآيس كريم طعمها خرافي. شايفين كيف الكيكة؟ كيكة 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 محترمة. شوفوا شوفوا. This is so delicious. Heaven. Okay guys, so الآن نجي على الفود هاك رقم 4. 4. لوزتي ما ادري فيها هنا تخربت شوكليت، ف I need to change. عمري can you throw me a black sweatshirt please؟ sure. ايوه كذا لبس نظيف وكحين، نستعد للطبيخ. اليوم حنسوي الكريم برلي. المقادير عندي كلها هنا جبتها. عندنا ايس كريم، حط كوب، حطوها في قزاز مش بلاستيك، فانا راح انقل هذه في طاس قزاز وبعدين احميها في الميكروويف، ارجع لكم بعد شويه. طيب ذوبنا الايس كريم، الان راح احط ملعقتين سكر. 1 2. راح اسوي الطريقه هذه حقت علبه المويه، نشفط الصفار كذا. 1 2. اوكي سو نصبهم الان. جبت الصينية نحط فيها موية. اوكي نحط الراسين فيها وعلى الفرن. هاي نوتيلا، مستر نوتيلا، على درجة 350 لمدة 40 إلى 50 دقيقة. نرجع لكم بعد ما تنجح. واو شوفوا كيف معايا يا جماعة، شايفين؟ ما أدري إذا باين بالكاميرا ولا لا، بس it's snowing. إيش يا ربي، اليوم 8 ماي، المفروض درجة حرارة 65 70، بس it's crazy here in Michigan. Look guys.
واو. عموما تعالوا معي اوريكم الكمبرلي. انا ما ادري حطيتها على درجه 350 زي ما قال، بس ما ادري الفرن حقي شكله حار زياده عليه، بس ما انحرقت. ولكن زي الكريمه، شوفوا معي نحطها في الثلاجه قال لمده نص ساعه او ساعه. اوكي، الان الخطوه الاخيره اللي هي تحمير السكر عشان نحطها فوق الكريمبرلي. طبعا هذه العمليه يقول لك انتبهوا ما ينحرق السكر. شايفينه كيف بدا يذوب عندي؟ واو ذاب بسرعه. كذا كفايه. اوكي راح اصبه هنا بالشكل بشكل مدور. اوكي بحطها في الثلاجه شويتين وارجع لكم. خلينا نشوف راي ديمتري. انس هنا يا ولد. اوكي very nice. let me see from inside. تيكا ماما والله نفس الطريقه. ها نفس الشكل. try it. salt sugar. how does it taste? It's good. You like? Love you, Ryan. Love you, Rafa. Love you, Mama. Love you, Julia. What is that face? That I want smile. Love you, Rafa. Gayul. I don't know. Love you, Basma. Love you, Luna. Love you, Basra. Love you, Nawal. Love you, Selma. Love you, Selma. Love you, Safa. Love you, Manam. Love you, Nezet. Love you, Wasaf. Love you, Dana. Love you, Dana. Love you, Rana. Love you, Ray. Love you, Meem. Love you, Eliam. Love you, Hamid. Love you, Bulthana. Love you, Kusun. Love you, Gaida. Love you, Basin. Say, love you, Fakhr. Love you, Fakha. فخر. I can't say that. say it. Love you, Fahl. Okay guys, وبكذا جينا على نهاية الفيديو. إن شاء الله أنكم استمتعتوا، وإذا عجبكم الفيديو حطوا لايك عشان نسوي part 3، ولا تنسوا تعملوا share و like subscribe، وإن شاء الله نشوفكم في الفيديو القادم. باي.